علي بابا علي بابا علي بابا علي بابا حاله عدم وسط من الفقر الأسم وتحس ويت مذهول على صدر النبي ويقول افتح يا سمسم وبعد ما خرج الحرمية نايدة بالعشا وحنية افتح يا سمسم ذهب مرجان وياقوت ودعت الفقر يا مرجان على طول راح تبقي فرحانة علي بابا انت حبيبي ولسه ما خدش شهر حصلت مشكلة في القصر القصر كبير وعريض وفتاية وقلب النت وطلعت وديها فنجان وبقع زي الحب والمشكلة مين يقدر يقدر يغسل حتى ولو شف ليه تاني هتروح المغارة عندنا الذهب في الكون مش قصدي حرير وياقوت قصدي نحل الاشكال اللي علينا انكتب ايوه في الصندوق ده لا في الصندوق مكرون مين عمله مصر البترول مصر بيريحنا في غسيل كل هدومنا سكاتنا ولاياتنا وطاقنا وطننا بينظف ارضياتنا واحواصنا وثبتنا ما يضر الجلد فينا ما يقطعش بشرتنا انا الميلامين بتقول مين انا الميلامين انا جامد ومتين انا بدل الصيني صحون فناجين ساده ومنقوش مين زي مين محدش يقدر يكسرني محدش يقدر يخدشني شكلي جميل بيه لما تشوفني تقول كنت فين من زمان طبق وصامية وفنجان انا الميلامين انا جامد ومتين انا الميلامين رمسيس فين راح رمسيس راح عند خوفه في الهرم دورنا هناك ما لقيناهوش يكونش بيزور حدش بيزور سألنا برضو وما عرفوش مؤكد راح على ابو سمبل بس خلاص ما تدوروش اهو وصل كنت فين يا رمسيس رحت فين يا رمسيس كنت بجيب ايس كريم منين اقول لي منين من مصر للالبان انتاجها في كل مكان ايس كريم في الصيف بيرطبنا وينعشنا ايس كريم في الشتاء بيغذينا وينشطنا ايس كريم مصر ايس كريم مصر ايس كريم ايس كريم مصر يا إلهي ايه ده كله يا فرعنا قوموا طلوا يا سلام على الاسوراء والعب هايل والحلق فيه والدهب يسوي الهوايل ايش حال ام الله وجيه وريت افتح في البيت في غاية الجمال صحيح في غاية الجمال أحفادنا في الصنعة فقونا والله يا ولاد شرفتونا فن دقة ذوق جمال كل ده إنتاج سجال بتقولي سجال أيوة أمال إنتاج في غاية العجب من الحديد للذهب صانع تاجر مستهلك يلقى احتياجاته